شنو هي اهم النقط اللي ركزتي عليها في المرافعه ديالك ديال اليوم؟ اولا باش نبين لكم باش ربط المرافعه ديال الجمعه مع مرافعات الاثنين، المرافعه ديال الجمعه ركزت على الجانب التقني والفني للخبره والوقائع المرتبطه بها، وبينت ان هناك مجموعه من الثغرات والهفوات لا على مستوى محضر المعاينه، لا على مستوى الكاميرات المستعمله، لا على مستوى الوسائل المحجوزات، وان المحضر المعاينه كانت فيه ثغرات كبيره لابد ان ترتب المحكمه اثار قانونيه على ذلك. بعدها اتيت بما لم يكونوا يتوقعوا، هو ان اجراءات التحقيق في جريمه التشرب البشر تختلف عن اجراءات التحقيق في باقي الجرائم، لها مواصفات خاصه، لها اجراءات خاصه، لها ضوابط خاصه، لها مصطلحات ومفاهيم خاصه. يعني بدات في المرافعه السابقه في يعني تناول هذه النقاط، في مرافعه اليوم اتممت الجانب الفني والتقني في الملف، ثم انتقلت الى مناقشه يعني حالات المصرحات وعلاقتهم بالتجارب البشر والمفاهيم والمصطلحات التي يجب اسقاطها على هذه الجريمه. فمن ناحيه منهجيه اخذت مجموعه من المفردات والمصطلحات التي استعملها المصرحات وقارنتها بالمصطلحات والمفاهيم الموجوده في التجارب البشر، وبينت المحكمه ان هذا الامر لا يستقيم. من قبل مثلا إحدى المصرحات قالت استفدت من دورة تكوينية، قدم لي مساعدة، قدم لي خدمة، يقوم بإغرائي. هذه المصطلحات والمفاهيم لا تستقيم مع مصطلحات ومفاهيم تجارب البشر التي فيها السخرة، فيها الإدلال، فيها الإهانة، فيها مثلا بعض المصطلحات تقول أنا لا أخشى أحدا، هو الذي يخاف، سأفضح كذا، سأقوم بكذا في تصريحاتهم. الذي يعتبر نفسه ضحية تجارب البشر لا يتكلم بهذه اللغة هذه. إذا وضحت للمحكمة أن من يدعون أنهم ضحايا المفردات والمصطلحات التي يجب استعمالها تتنافى جدريا مع هذا الأمر هذا، وبالتالي فتهمة التجارب البشر من خلال تصريحاتهم هم لا تستقيم. ثم تناولت بعض التناقضات في تصريحاتهم على مستوى الواقع، على مستوى شهادة الشهود، فلذلك أنا كنت مضطر أن أقف عند تصريحاتهم وأقرأها وأحللها وأقوم بإسقاط هذه المفاهيم على جريمة التجارة بالبشر مع ما تحمله من مصطلحات ومفاهيم، وإلا غنبقاو نجمعوا كل شيء ونقولوا كل شيء تجارة بالبشر دون تمييز. يعني ممكن أن شي ضحية شي مصرحة مثلا تقول لك ودي راه فلان استغلني في إطار تجارة بالبشر، غير أجي وقولها. إذا خاص مؤشرات، خاص ضوابط، خاص قيود قانونية كما تعرف على ذلك في المجتمع الدولي تعرفوا عليها، ونجوم تشوفوا واش هاد الحالات كاينين ولا ما كاينينش. بينت المحكمة أعتقد أن هاد الأمور غير موجودة يعني في المحاكمة الحالية، وباقي غنكمل إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء.